مختلفة. خليكم معانا متواصلين، فاصل غنائي ونرجع نعود من جديد من خلال هذه المساعة. يبقوا معنا.
سدهت لادا والمحي وضح والشلف لادا سدهت لادا والمحي وضح والشلف لادا زايد في دلاله في محل كان يوم نوحي يحلى هلا حاجب أهلالا في حشاي النار وأقدام هلا يا Allah.
طيب يا اخوانا، اول حاجه مساء الخير عليكم وربنا يغديكم. وده ده الوضع الطبيعي وده الشكل الطبيعي لاتحاد فن الغناء الشعبي. ايوه يعني انا لما مشيت لاصغر زول انا شايفه هنا ده امتداد لجيل كبير اللي هو استاذنا عوض الكريم عبد الله. اول حاجه اسمح لنا يا ابني انه احنا نهنيك انه انت في صفوف الاماميه وانت قاعد وبتسمع في غنى الحقيبه ويمينك قاعد استاذنا عوض الكريم عبد الله. كلكم يا اخواننا من فوق لراسنا، ونحن الليله من يدكم اليمين ليدكم الشمال. سامع
الحقيبة من المحطات التاريخية المهمة في السودان، إذ تمثل الانطلاقة الأولى للغناء الشعبي في السودان، وهي بدأت في أواخر القرن 19، ولكن تم التوثيق لها مع دخول الإذاعة المسموعة للسودان، وانتشرت بقوة أبان الحكم البريطاني للسودان ومع صناعة الاسطوانات. تعود هذه التسمية الحقيبة لمذيع الراديو صلاح أحمد محمد صالح الذي كان يعمل في إذاعة أم درمان تحت الحكم البريطاني، والتي أيضا تسمى حاليا بالإذاعة السودانية. هذه الأغنيات الجميلة ننقلها لكم مشاهدين مباشرة على الهواء من قناة الشروق ومن أم درمان تحديدا ومن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. أيضا مشاهدينا، أثرت السياسة والقومية على الأغاني في تلك الفترة، باعتبار أن معظم الشعراء الذين نظموا تلك الأغاني شاركوا في الحركة الوطنية المناهضة. إذن مشاهدينا، حنتواصل معكم من خلال هذه الأمسية والفنان الشعبي يوسف البربري. قالوا لا يا أخي، الليلة في لعبة هنا، وزمان الفنان يا أخواننا بيجوا معه أخوان الشعراء وكذا. فقالوا شافت أبو صلاح وفي باله الزول الكاتب الكلام ذاك، تخيلت شكل ثاني ووضع ثاني وكذا. فقال لا يا أخي، ده أبو صلاح. فعينت له، قامت قالت له يا أخي ده ما ممكن يكون أبو صلاح، وقالت لا. قاموا وصلوا له الكلام، قالوا لي يا أخي بدك كده كده كده، وقامت قالت لا لا، نشوف في نموذج. ورد لها بشر، شوف العين قالت لا Yeah.
اخواننا الطلبات كثيرة. الناس طالبة كثير. الصلاة النجدي Love.
اخواننا اخواننا نحن ضعنا ولا ما ضعنا؟ عليك الله ضعنا ولا ما ضعنا؟ زمان يا اخواننا عشان تشوف لك بنت زي قرب السما للوطن. قال قرب السما لو ممكن يمكن انجاز وعدي، لكن بعد السرى في فلغ الاقرب من بعدي. استغفر الله يا hey. يا اخواننا عليه الطلاق نحن ضينا يا اخوان. السعين كلهم ماشيين جاي وماشيين جاي. قرب السما السما إذن مشاهدينا كانت أجمل وأروع ليالي الحقيبة باتحاد غناء الشعبي بأم درمان. يمكن تابعنا عدد من الأغنيات الجميلة اللي وثقنا من خلالها لأغنية الحقيبة اللي تغنى لها عدد من الفنانين وكتب لها عدد من الشعراء السودانيين. شكرا للمشاهدة وشكرا للمتابعة وكذلك شكرا للتيم العامل الموجود معنا من خلال هذه الحلقة. وخير ختام من أغنيات الحقيبة خليكم معنا وشكرا، ودائما خليكم بخير ومتابعيننا على قناة الشروق في أمان الله. طيب يا أخوانا احنا كنا دارين نعمل حاجة لكن قالوا الزمن والحاجات المعارف كده. المهم انا داير امشي اغني لابو الاغنيه الشعبيه استاذنا محمد احمد عوض. ولما نجي في الحته دي يا اخواننا المفروض الناس تعمل صفة ويسترح لانه ممتع وسلس وجميل واي زول ممكن يغني له. قبل ما امشي شايف ناس محمد بشير عتيق هنا قالوا لي يا اخي تشرح أستاذ محمد أحمد عوض في الأغنية بتاعت الرشيم الأخضر في حتة بتقول يا أخواننا مين سواك يتجسر، والحتة ده أنا قلتها كتير أخواننا سنة 1935 عشان تعرفوا نحن ضعنا. إحنا والله كان بارين الناس دي هسه الطيارة كان نسوقها من تحت. فهمتوا كلامي؟ فبجد 35 يا أخواننا هسه أولاد ميكي ديل خطمية غرب أزهر
ديل يا اخواننا في 2005 بيجوا يقول لك والله العربيه دي جماعه بتاعنا الكرين ديل، يقول لك والله العربيه دي فيها حساسات، تاخد خلف تعمل تيت 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 وما بالجنبات كده حساسات صغيره. بيحكوا لنا نحن 2005 انه في حاجه اسمها الحساسات. يتخيل محمد بشير عتيق في 1935 قال لي حبيبته، قال لا مين سواك يتجسر ولفؤادي وحسنك ليه عامل سنسر. يتخيل السنسر عندنا شغال من بدري وجي غلطونا هسه، نحن ما غلطانين يا اخي. شكرا حبيبي. فاكرك معايا حبيبي Yeah.
يوسف دستور يا ولاد ماما. ليلة سعيدة علينا عليكم.